مع الخير يا عرس. اهلا مرسي بيه. اتفضل مركب قدام جنب سعادتك. لا ما يصحش، سيادتك النهارده الكل في الكل. شوف يا عبس، لازم تعرف ان انا راجل متواضع جدا. المراكز عمرها ما تغيرني. طبعا ما واضح اهو. اول قرار ليا هيكون علاوه لمرتبك. ربنا يخليك يا فنجاري، يا سيدي الفنجاريه كلهم. اركب بقى. اتفضل يا بيه. السلام عليكم يا رجاله. حاج عز يروح الزمالك؟ انا استاذ مرسي. اركب اتوبيس 13. سلام عليكم يا أمة. ربنا يحفظك يا أمة. سلام عليكم يا فتى. العربية دي هتوصله لفين؟ شوفي حضرتك، الكذب خيبة، دي تاني مرة أروح فيها اسكندرية. معقول؟ المرة الأولانية كنت عيل صغير، رحت في رحلة مع المدرسة. ما تقدرش تتصور يا مرسي أنا قد إيه حاسة بالأمان وأنت جنبي. شوفي حضرتك من غير كلام، الطيبون للطيبات. مرسي، ما بلاش حكاية حضرتك دي. أنت ناسي إن إحنا كنا زملاء وأصدقاء؟ يا سلام. يا سلام على تواضع رجال الاعمال. يجي حضره الناظر يشوف. صحيح، ما قلتليش عملت ايه مع حضره الناظر وانت بتقدم له الاستقاله. استقاله حته واحده كده يا مرسي. يا حضره الناظر، انا كنت قاعد في المدرسه حبا في العلم فقط، انما انا كنت كل يوم بيتعرض عليا عروض ملهاش اول ولا اخر. بشرفي انا فرحت لك جدا يا مرسي. لا، وهي حضره الناظر مركز خطير، مركز يخض. مين ده اللي في مركز يخض؟ مرسي. مرسي ده هو؟ ايوه، مرسي من موقعه الجديد يقدر يتصل باعظم شخصيات البلد. مرسي ده هو؟ ايوه يا حضره الناظر، مرسي ده هو. ولو سيادتك قمت وهزيت طولك وبصيت من الشباك هتشوف بعينيك اللي هياكلهم الدود العربيه الملاك اللي تحت امري بسواقها. تحت امر مين؟ مرسي. مرسي ده هو. وفضل يقول مرسي ده هو، مرسي ده هو، والعرق بقى يشر من فوقيه ومن تحتيه لدرجة اللي انا افتكرت انه عمل حاجة على روحه. كان شكله مسخرة. مرسي، اول ما نوصل اسكندرية ننزل نشتري لك شوية هدوم على الموضة. انا عندي بدلتين غير دي، منهم بدلة سودة علشان المناسبات الرسمية، حضرت بيها جنازتين بتوع ناس معرفتنا في الحتة عندنا. لا يا مرسي، احنا بعد كده هنفصل بدل للافراح والليالي الملاح بس. الله اكبر، الله اكبر. Thank you.
السلام. ادي العيش ولا بلاش؟ انا متهيألي اللي يعيش هنا يقضي طول عمره سعيد. متهيألك يا مرسي، والدليل انا اهو كل يوم والتاني هنا وفي اوروبا عايشه احسن عيشه. لكن يا خساره، بضحك قدام الناس وقلبي من جوه بيبكي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ انت عيانه؟ وحيده يا مرسي، وحيده، والوحده عذاب. وحيده ازاي بس؟ ده انت اللهم صل على النبي اصحابك ومعارفك نص البلد. دي كلها مصالح، لكن الانسان دايما بيحتاج للقلب الحنين اللي يسعده ويهنيه. ربنا كبير. شوف يا ست هانم، طول ما انا جنبك هخليكي في منتهى السعادة، إن شاء الله أعمل لك أرجوز حد. أنت عظيم يا مرسي، عظيم. ده كله من طيبتك ومن أخلاقك الكريمة. بقول لك إيه؟ نعم. ما تيجي نخش جوه أحسن. آه. مش كده؟ آه. ده بلاش انا. وبعدين معاك ما تزعلنيش. انا هقول لك، اصل المره اللي فاتت استاذ عباس اللي عندك سالم البتاع ده بوظت الدنيا. قعدت ساعه قدام بيتنا ادور على بيتنا. خلينا انا بقى للمناسبات الرسميه. ما هي النهارده مناسبه رسميه جدا. ايه ده؟ خير؟ عيد ميلادي. كلام. طب مش كنت تقولي من الصبح؟ انا هنزل اجيب شويه بسطه. لا لا مش مهم، المهم ان احنا مع بعض. صحتك بقى. يلا عقبال 100 سنه. هو الويسكي ده بيتعمل من ايه؟ من عصير البصل. بصل؟ اه. بصل ايه؟ بصل بتاعنا ده؟ اه بصل. فينك يابا تيجي تسمع؟ مال والدك ومال الويسكي؟ انا هقول لك، اصل هو كان دايما يقول لي البتاع ده حرام، مع انه هو كل اكل ياكلها ياكل جنبها 2 كيلو بصل تقريبا يسكر من وراها. ايوه ايوه بصل، اديله بصل. أنا كنت أعنف مدرس في المدرسة. يا سلام. آه، اللي كلمني كلمة طيح فيها على طول. مرة الناظر بتاع. أدي مرسي، ادخل الفصل بدل المدرس اللي ما جاش. قلت له مش داخل يا ناظر. لو إيه؟ قلتها له بعصبية. ها؟ وبعدين؟ ولا حاجة. كلمة مني كلمة منه. رحت ماسكة في كرسي ملبسه له في دماغه ونزل ساكت. مرة واحدة؟ أنا ما عنديش ياما ارحميني. اه وبعدين؟ رحت مفوقه كوبايه ميه في وشه، ورحت ماسك المكتب بتاعه في واحد ملبسه له. مره واحده برضه؟ لا المره دي على مرتين. جدع يا مرسي. اه كمل. هو خد المكتب من هنا وراح نازل على الارض، رحت انا بارك في ايه؟ وفين يوجعك؟ ايه